المتابعين الكرام، صباح الخير على حضراتكم. اهلا بكم في بث مباشر جديد من محافظه السويس، تحديدا من امام لجنه شهيده شادي السلامه لظهور طالبات في اداء امتحان اللغه العربيه. النهارده نقدر نقول بدا الجد. الايام الماضيه او قبل اجازه عيد الاضحى المبارك ادى الطلاب الامتحان في ماده او مواد التربيه الدينيه والتربيه الوطنيه والاقتصاد والاحصاء، ودي مواد لا تضاف للمجموع. الهدف الاساسي من اتباع هذا الاجراء اللي اتخذته وزاره التربيه والتعليم وبدات تطبيقه من العام الماضي هو كسر رهبه الامتحانات. اللجان ليها وضع مختلف، فكان رغبه الوزاره ان رهبه الامتحانات والخوف منها يتكسر، ويبقى الطلبه يتعودوا على شكل اللجنه الامتحانيه وشكل الورقه الامتحانيه والاجواء داخل اللجنه، سواء اجواء المراقبه او اجواء الاجابه والحل على الاسئله داخل اللجنه الامتحانيه. النهارده يعني بعد دقائق هيبدا طلاب استلام ورقه اسئله امتحان اللغه العربيه. استمر الامتحان لمده 3 ساعات، حوالي 754 الف طالب وطالبه على مستوى الجمهوريه موزعين على 1981 لجنه هم هيأدوا الامتحان النهارده. وزاره التربيه والتعليم حددت مواصفات امتحان اللغه العربيه في 55 سؤال. وزاره التربيه والتعليم ذكرت في بيان ليها امس ان امتحان اللغه العربيه هيجي في 55 سؤال، منها 51 سؤال اختيار من متعدد بالاضافه الى 4 اسئله مقاليه. الوزاره اكدت ان الاسئله هتكون متدرجه من حيث الصعوبه، تفرز مستويات الطلاب بشكل مختلف وتقيس نواتج التعلم، وكذلك منها التخاطب والفهم والتطبيق. ما بقاش الموضوع قائم على الحفظ زي زمان، لا، الموضوع دلوقتي بيقيس مستوى الفهم والتطبيق والتحليل بالاضافه الى انها تكون من المنهج الدراسي للصف الثالث الثانوي العام. دكتور رضا حجازي اعلن ان عدد الطلاب المتقدمين لاداء الشهاده شهاده الثانويه العامه هذا العام 745,086 طالب وطالبه متوزعين على 1981 لجنه على مستوى الجمهوريه. واشار ان عدد لجان المراقبه عدد لجان النظام المراقبه الموزع لها طلاب الثانويه العامه لهذا العام 11 لجنه، وعدد لجان الاداره على مستوى الجمهوريه 4 لجان، وعدد لجان التقدير 7 لجان، وعدد مراكز الاسئله 84 مركز. طبعا الاسئله بتوصل صباح اليوم، وصلت طبعا في تامين مشدد من مديريه امن السويس، وعقب انتهاء الامتحان واوراق الاجابه ان شاء الله برضو هتقوم بالتامين مشدد. طبعا هيتم نقلها لمركز تجميع الاسئله ثم تصحيح الامتحان في محافظه الاسماعيليه. محافظه السويس الجدير بالذكر ان هي بتضم 4029 طالب وطالبه هيأدوا الامتحان في 220 لجنه فرعيه موزعه على 12 مدرسه، ويراقب على الامتحانات في محافظه السويس 850 مراقب وملاحظ ورئيس لجنه منتدبين من المحافظات الاخرى. لكن الجميل المره دي في محافظه السويس يعني حاجه جديده اخبرنا بيها امس استاذ ياسر عماره مدير وكيل وزاره التربيه والتعليم في السويس، ان محافظ السويس وجه بدعم المدارس بعدد كبير من المراوح تغطي كافه اللجان. امبارح بالفعل مديريه التربيه والتعليم تسلمت هذه المراوح من مخازن محافظه السويس، وتم نقلها لمخازن التربيه والتعليم ومن ثم توزيعها على جميع اللجان. المخازن المراوح دي فيها مراوح حائط، فيها مراوح استند، تم تركيبها جميعا في اللجان الامتحانيه ال 220 لجنه فرعيه اللي هم 220 فصل بيأدي جواه داخله الطلاب الامتحان امس، وكذلك المراوح الاستند يعني كل فصل فيه حوالي مروحتين تقريبا حائط ومراوح استند، وده كان الهدف منه طبعا يعني دعم الطلاب ودعم التربيه والتعليم بهذه المراوح. كان الهدف منه يعني تخفيف عن الطلاب في موجة الحر اللي بتشهدها عدد من المحافظات وابرزها محافظة السويس. محافظة السويس يعني طقسها عالي الرطوبة، ومحافظة السويس معروف انها من المحافظات اللي بتتأثر جدا بمناخ القاهرة، وبتتأثر ايضا بمناخ جنوب سيناء لان هي تعتبر في المنتصف واقرب كمان لجنوب سيناء اللي بتشهد موجة حارة هذه الايام. كان الفكره من هذه المراوح زي ما تحركوا من تخفيف والتلطيف من درجه حراره داخل اللجان الامتحانيه، وزي ما قال الاستاذ ياسر عماره امبارح ان ده يعني امر جديد وسنه جديده اول مره تطبق في محافظه السويس، رغم ان الساعه تقريبا دخلت الساعه صباحا لكن لسه في طالبات بشاره اللجنه. طبعا النهارده اول ماده جد زي ما قلت لحضراتكم، ففي يعني حاله توتر وخوف عند الطلاب، يعني هم يعني نقدر نقول يعني تأخروا بسبب المراجعة. لو بصينا لزاوية أخرى من الكاميرا هنجد هنا أولياء أمور الطلاب والطالبات موجودين يعني أمام المدرسة، يعني في حالة ترقب ومتابعة لأبنائهم وانتظار لخروجهم
من الامتحان. ربنا يوفق جميع الطلاب باذن الله، وان شاء الله يطلعوا النهارده مبسوطين من امتحان اللغه العربيه، ويكون امتحان سهل عليهم ان شاء الله. متابعينا الكرام، كنت معاكم في بس مباشر من محافظه السويس، حسام الدين احمد. شكرا لمتابعتكم.